شاف فيصل عم بيطبش يعني، ولا شاف شادي يعني اخذ محله بالخالص يعني. اليوم ضجه واصوات وتخبيط وتكسير. قبل شوي كان واقف هون وفي شيء وقع هونيك، هلا هو ما اعترف شو المؤامره كانت. بسيطة. رح نتابع معكم محطاتنا وكل اللي حابين يطرحوا على كندا اي سؤال، اكيد هي موجوده معنا بالاستوديو لحتى تتلقى اتصالكم مباشره على الهواء، وايضا عندها ايميلز ورد ومن قبل رح تجاوبنا عليهم هلا بارض ورد. كندا صباح الخير. صباح النور. وينعاد عليكي. وعليك يا رب. اليوم هذا بيعدد السندروم تبع شيف شادي. ما هيك؟ الحمد لله بعد ما انعدينا لهلا والحمد لله. رح نكون اليوم فاز مع اتصالات المشاهدين، انما قبل عندي كثير اسئله وردتك عن بعض النباتات ومنهم الفيشيا. صح. صح. رح نشوف ولبس الفيشيا كمان اليوم. لبس كل الالوان. لبس كل الالوان. حتى ما حدا يسال ما عنده سؤال. الجواب هون. الجواب هون. الفيشيا رح نشوف صورتها يلي بعثت لي اياها. عم تسال انه اول شيء عم تسالني شو اسمها، لان بتعرف انه اسمها حلق الست، بقول لها انه اسمها فيشيا كمان، هذا الاسم العلمي تبعولها. وحرام هالفيشيا ليكي كيف صارت كثير ما بقى فيها اوراق ومصفره كثير. الزهور بعده موجودين على الراس تبعولها، بس مش عم نقدر نعرف شو المشكل بهالفيشيا هيدي. هلا انا جربت قد ما فيني قرب عليها واعمل يعني كثير شوف التفاصيل، زومينج على الاخر. زومينج على الاخر. في شغله من الاثنين صايره ما كثير بقدر اجزم شو هي، يا اما انها كثير عطشانه وما حدا رد عليها، حرام قامت بلشت تهر وتصفر بهيدي شرحت الطريقه. شرحت حلقاتها الست وكبتهم بالارض. ما شلحتهم بعدهم هيك، بعدهم متمسكه فيهم للاخر، بعدهم الزهور موجودين. يا اما جاي عليها المن وبدون ما ننتبه شوي شوي صار فينا يلي صار. هلا ممكن يكون عم نسقيها بس مش قد ما لازم، لانه الفوشيا ما بتحب الشوب، فإذا كانت محطوطة بمحل كتير شمس وكتير جاية يعني هب كمان حرارة، ممكن إنه يصير هالشيء إذا ما عرفنا نسقيها مثل ما هو لازم. إذا كان شو الحل؟ شو الحل يا دكتورة؟ هلا ما كتير في حل يعني، كمان يعني أكيد ممكن إنه يصير، بس يلي بنقدر نعمله بهيدي الحالة هو إنه نقصقص شوي الأغصان تبعولها تقريبا نصهم، مثل ما شايفتهم أنا مصفرين على الكعب كمان، يعني ما بعرف إذا رح يفرخوا ولا لا، بس اللي فينا نعمله هو انه نقصقصهم شوي لحتى نشوف اذا ممكن ترجع تفرخ ولا لا. اذا منتبهين عميلة الشمال كمان في راس بعده عم يعطي اخضر ورق خضر، هدول ممكن انه نقص هيدا الراس ونزرعه، بركي بنقدر انه نعمل نشل في امل يعني. نعطي نبته جديده من الفيشيا على شرط انه ما تكون مريضه، لانه اذا كان عليها من يعني هون بيقدر يبين، اذا ما عليها من ممكن انها تقلع هيدي الورقه الخضراء يلي في الزهره جايه على الاخر، فينا انه نزرعها. إذا منا مريضة بس قصة عطش ممكن إنه تشرش وترجع تعطيني نبتة عن جديد، إذا كانت عليها من بيكون صعب لأنه نبتة مريضة وترجع تعطيك شروش وترجع تعطي ورق عن جديد بيكون لا، بس بيسوى إنه واحد دايما يجرب. صح. يا بتنجح يا أما لا، وإذا نجحت بنقول إيدنا خضرا. ننجح كلنا سوا. هلا تاني نبتة كمان السؤال هو شو هي هيدي النبتة، لأنه اجت سوري في احتمالات في جوايز بالمسابقة اليوم. رح تشوفي الصورة بعطيك ثلاث احتمالات. هيدي هي النبتة اللي هي نوع من العرباش. بتقول كمان انه اجتها كادو، مش عم تعرف لا شو هي ولا شو لازم انه تعملها. هي عرباشة بكل بساطة، كأنه جايتها كادو من حدا يعني مش من مشتل، لأنه ترابيتها شوي قليل. لنقول اسمها أول شيء، حضري حالك، تولميا. تولميا؟ تولميا ما لها اسم بالعربي، يعني نحن عادة في اشياء مسميها كف الدب، اجر الفيل، اجر الفيل ايه؟ ما لها هالاسم، منا كثير موجودة. عربيشة يعني، بس هي نوع من العربيشة. اكثر بدهم يسندوها اكثر على الحيط، على برجولا او شيء. مزبوط 100%، ايه؟ او على الحيط او على اذا في مثل ما قلتي برجولا على العواميد تبع البرجولا او على القصبة بكل بساطة اذا بديها تطلع طلوع. تولميا هي من النباتات يلي بتعطي مثل ما شفنا ورقة كبيرة، ممكن انها تتواجد او باللون الاخضر
يعني اخضر بلين ساده، او فيها تكون كمان شو بيقولوا لها باناشي يعني ايه؟ مرققه باللون الاخضر الافتح مع الاخضر الغامق. ومثل كل العربيشات ما بتحب الطقس اللي كثير مشوب. اذا كان نحن ببيروت فينا نزرعها على البلكون، بس عشرت انه ما يكون كثير شمس قوي. رح ناخذ اتصال ليلى من بيروت. الو صباح الخير ليلى. الو بونجور. صباح الخير، تفضلي ليلى، عم تسمعي كندا. اوكي كندا حبيبي، بدي اسالك على الاوركيدي. ايه تفضلي. وراحوا راحوا الزهور تبعيتها، بس العروق بعدهم خضراء. اكيد قصهم ولا خليهم مثل ما هني؟ عم بتطلع ورق من تحت، ورق جديد، بس الوردات راحوا والعروق بعدهم طوال، بس خضر يعني ما يبسو. اوكي بتقصهم ولا خليهم؟ بتقصي مطرح اخر زهره كلها، خلاص الزهور كلهم دبلوا. اوكي، والعرق مطرح الزهره دبل صح؟ ما دبلين لا بعد، مش كله. اوكي، فينا انه نقص دغري من تحت اخر زهره. العقده يلي دغري تحتها خلي تقريبا شي سنتي او 2 سنتي ماكسيموم وبتقصي. يعني عرفتي كيف؟ العرق بخلي منه اخر زهرة. اخر زهرة. اوكي، اخر زهرة مش بتخليها، بتشوفي تحتها دغري العقدة اللي جاي دغري تحتها. ايه؟ خلي فوقها، رجعي اطلعي لفوق 2 سنتي وقصي عندها. اوكي. اوكي. بس اذا عم تعطي ورق اخضر والعروق بعدهم خضر، يعني كثير في شانس كبير انه ترجع تزهر على جديد وتعطينا زهور جديدة. خي، عن ندى من بيروت. الو صباح الخير ندى. صباح النور. صباح النور، تفضلي، عم تسمعي كندا. اوكي حبيبتي. الو صباح الخير. صباح النور. مدام كندا. ايه تفضلي ندى. حبيبتي انا في عندي جنينه باب حمدون، زرعه فيها حور وصنوبر وزيتون. اوكي، هلا عمرهم شي 10 سنين، بس بدي اسالك اذا انت بتضلني اقصيهم ضروري ولا مش ضروري بقى اقصيهم؟ هلا بالشتاء ما بتسقي اكيد. بتعلي صوت شوي ماني سامعه. بالشتاء ما بنسقي اكيد. ما بنسقيهم بقى ابدا؟ بالشتاء اكيد مش عم تسقي، عمرهم 10 سنين كلياتهم؟ ايه صاروا كبار. اوكي، بس بصيهم يعني بخاف انه ينتزعوا، لانه انا بطلع بالاسبوع مره على الجبل، بصيهم كل 15 يوم مره. اوكي بزياده. حتى هلا بالصيفيه؟ حتى ايه حتى هلا بالصيفيه. طيب اصلي فيني الصوت كثير بعيد، فيني اسمعك من التي في؟ ايه اكيد. طيب اوكي حتسكر حبيبتي لاسمعك الجواب. يلا سكري. اوكي، فكنت عم تقول انه عم تسقيهم كل 15 يوم، منيح ما بدنا اكثر من هيك. هلا ما فينا مر كل الصيفيه بدون ما نسقيهم، بس اذا شي مره طلعت على الجبل وكانت مشغوله وما قدرت تسقيهم مش مشكل. يعني عم نحكي عن ثلاث انواع من النبات يلي هن صلبين، واذا صار عمرهم 10 سنين معناتها صاروا خلص كبروا ونضجوا. ما بقى كثير يهمنا، بس بيسوى انه ينسقوا بين وقت وثاني. اذا شي مره نسينا قفينا مرة مش مشكل، بس ما نخلي كل ما نطول كثير عليهم. عنا إلهام من جبيل. ألو صباح الخير. بونجور. بونجور إلهام، تفضلي، عم تسمعي كندا. كيفك؟ الحمد لله. بس بدي أسأل عن الأورتانسيا. إيه تفضلي. عندي شكلة مش عم بتعيش، عم بتموت، بتجي كثير منيحة بشتريها. أوكي. وشو بدي اعمل؟ شو الطريقه تقدر اخليها تدل؟ نحن على البحر. وين عم نحطها؟ بمحل شمس؟ ايه برا. برا بس ما بدها تكون كثير بالشمس كل النهار. انتبهي لانه الاورتانسيا ما بتحب الشوب، يعني بس توصلي على وقت مشوي رح تبلش تصفر. مزبوط؟ بدنا نحطها بمحل مثلا يجيها الشمس تبع قبل الظهر. بدي احط لها شي فيتامينات. ايه الاورتانسيا بتحب الفيتامينات العاديه اللي بنحطهم لكل النباتات، والحديد يعني اعتبري مثلها مثل الجاردينيا، بنحط مره بالشهر حديد خاصه بالوقت اللي هي مزهره فيه. اوكي، والمغذيات الباقيين يعني. مرسي. اوكي، بس ننتبه انه ما يكون محطوطه كثير بمحل معرض للشمس كل النهار. أيه. ساعتين بالشمس للاورتانسيا كافيين، و إذا منتعديهم خاصة الشمس اللي بتبقى بعد الظهر أو مشوبة ممكن إنه تخليها تدبل، ما بتتحمل هالقد شوب. ومن جبال للبقاع رح نطلع على البقاع مع مين معنا من البقاع؟ قالوا صباح فاتن. أهلا وسهلا فاتن، تفضلي، عم تسمعي كندا. كتير بدي أسألك في وردة الجاردينيا، هي عم تطلع ورد وكل شيء بس عم بيصفر ورق أو ظهر. أوكي، والزهور كتار؟ إيه فيها زهور مليانة كتير زهور وكلهم حلوين وعم بيفتحوا. ايه عم بيفتحوا بس الورق طوله عم بيهر. اوكي، بدنا بس نحط لها شيء نغذيها.
هيدا لانه عم تتعب عم تشتغل كثير ما عم بتلحق تعمل زهور وورق لازم نعطيها مغذيات. اوكي بس انتبهي ما نعطي المغذيات يلي بنعطيها للزرع العادي يعني للخضره او للجازون، نجيب مغذي خاص للورد مثلا او للنباتات اللي بتزهر. اوكي اوكي شكرا. يا هلا شكرا لك. رح نتابع مع اخر سؤال وردك من قبل على الايميل عن أوكي. الكانتيا عن الكانتيا كمان رح نشوف صورتها للكانتيا يلي تعبانه كثير مثل ما احنا شايفينها. الكانتيا هي اللي بنسميها الفو بالميه او البالميه الاندور يعني الداخليه، الوراق تبعولها عم بيصفروا كثير. هلا هون فينا نفكر كثير اشياء بس انا بالسؤال فهمت انه كثير مواجهه للاي سي وهيدا اقذى شيء ممكن انه يكون لهيك انواع من النباتات. اجمالا كل النباتات لازم ما تخلي الهواء تبعولها يجي على الاي سي او المكيف يجي دغري عليها. شوفي مصفره كثير حلو ومثل كانها محروقه يعني بتبلشي تحسي اصفرار ايام وقتها بتكوني ساقيه زياده. هيدا شغله بنقدر نتعلمها لكل النباتات، بتكوني ساقيه زياده عن اللزوم، عاتيه مي زياده، الصفار تبعولها بتدقر الورقه بتلاقيه رخو، بينما هون ومبين لانه على شوي مصفر محمر وبعد شوي رح يصير بني، بتمسكي الورقه بتلاقيها ناشفه كثير عم بتطقطق، فلانها معرضه دغري لهوا الاي سي. بعدنا لانه عم تعطي ورق جديد ما خسرناها للكانتيا. يلي فينا انه نعمله هو اول شيء اكيد نشيلها من محلها نحطها بمحل ثاني ما تكون دغري معرضه لهيدا الهوا المسقع، وثاني شيء الوراق يلي هي مصفره وكثير خلص شكلها منه حلو بتنقص من الكعب من كعبها على التراب. هلا نسأل كمان انه فينا نقص نص الورقه وبترجع بتفرخ عن جديد؟ لا، لانه الكانتيا من النباتات يلي كل ورقه هي لحالها بتطلع من كعبها وبتعطيني هالورقه الكبيره مستقله هيدي. يعني مستقلة. كل وحده فاذا وقت اللي ورقه بتصفر لازم تنشيل من الكعب لتتركي مجال لاوراق جديده انها تطلع. هلا بس نبلش نشوف صار في عندي ورق جديد عم بيطلع، ساعتها فينا نحط مغذيات. لو كنا صرنا بقاب، وانا دائما بقول ما تحطوا مغذيات بقاب الا لبعض الحالات الخاصة يلي بيكون النبتة شوي تعبانة بدك تعطيها بوست صغير بتحسيها انه بلشت ترجع تعطي ورق، بتساعديها بمغذيات مرة قبل ما نوصل لقاب وبتبلش تشوفي انه عم تعطي نتيجة. شكرا كندا، نرجع من عايدك نحن كمان بحلول شهر رمضان مبارك. شكرا لك، نرجع نشوفك بخلال عالم الصباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. مايا بتكون معنا، ولادي بالدنيا خليكن معنا.